كاين القانون 62/17 اللي تيذكر السلاليات من ذوي الحقوق واللي تيعطيهم حتى هذا باش يكونوا في هذا مع النائبات. وتيجي هذاك لو ديكري دابليكاسيون ديال هذا المشروع ما واضحش نهائيا، وتيقول لي ما ساكنش في الارض واللي ما اللي ما تيحرضش هذيك الارض ما عندوش صفه ديال سلالي ولا سلاليه، حتى يطبق على الرجال ولا العيالات. مي العيالات من ضروري كثير كثر، علاش؟ حيت العيالات تيتزوجوا تيسكنوا في منطقه اخرى، العيالات تيمشيو يخدموا في بلاصه اخرى. دونك بحال اللي قلتي، جا القانون وعطاهم حق، وجا تطبيق القانون وحي لهم هذاك الحق، وهذا ماشي معقول، لا سيما في هذا الوقت اللي تنهضروا في التنميه المستدامه، اللي تنهضروا في حقوق الانسان، اللي تنهضروا في المساواه، والدستور ديالنا تيعطينا المساواه في جميع الحقوق، واللي تيطالبوا هاد النساء واللي تنطالبوه معاه كجمعيه ديمقراطيه لنساء المغرب هي تطبيق الدستور. الجواب ديال رئيس الحكومه السابق كان على العريضه اللي كنا قدمناها، كان جواب ماشي بحد في بند الإقامة اللي كنا طالبنا به، اللي كان هو الأساس ديال مطلب ديال العريضة، ولكن كان جواب بتوسيع مفهوم الإقامة لتقليص دائرة الإقصاءات. لحد الآن باقي ما كاين حتى شي حاجة، لأن باقي الناس مهددين بالإقصاء، ما كايناش الأجراء لهذا الموضوع. كنتمناو من رئاسة الحكومة الجديدة أن تحرك هذا الملف، لأن الناس كيعانيو لكي يتسناو أنهم يكون واحد الأجراء لهذا الجواب ديال رئيس حكومة بدورية أو مذكرة اللي يحميو بها الحقوق ديالهم، بأن الحق ديالنا ديال ولوج الأرض راه متوقف، وخا خرج القانون 62/17 اللي كيعطينا الحق في الولوج للارض وذا، ولكن هاد النصوص جات نصوص تنظيميه وحبست لينا هاد الحق ديالنا. وكنطلبوا من الجهات المسؤوله باش ترفع هاد الحيف اللي حنا كنعانيو منه وكتعاني منه واحد الفئه كبيره ديال النساء السلاليات ديال المغرب كامل. 15 سنه ديال النضال يعني ماشي سهله، يعني معاناة كثيرة. بدينا مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بدينا كسلاليات كنطالبوا بالحق ديالنا وبأن يتعطانا الحق ويتمكنوا من الأرض ديالنا. ناضلنا كثير، جاو دوريات في الحقيقة، جاو دوريات اللي كانوا بأخص الدورية 17 اللي كانت يعني جات بالمساواة وكذا. ومن بعد يعني لقينا هاد الدوريات يعني ما كافياش، يعني هاد الإقامة هذه شرط يعني كيخص النساء والرجال، ولكن المرأة هي اللي متدربيها أكثر، لأن المرأة قبل عمرها ما استفدت، عمرها ما كان عندها الحق، عمرها ما خدت الأرض، عمرها ما حرثت، عمرها ما زرعت، عمرها ما عندها سكن، يعني هي المتضررة الأولى. شرط الإقامة لأن مجحف حق السلاليات كاملين، يعني بأي منطق تيتقصاو ناس أنك أنت ما ساكنش في الجماعة أنك تقصى. وفر لي البنية التحتية في الجماعة ديالي، وفر لي المدارس، وفر لي الجامعة، وفر لي الثانوية، وفر لي السبيطار، وفر لي كل شيء، وفر لي العمل، وفر لي كل شيء، ومبقى ساكنة أنا تما. كاين الناس اللي هاد السيد هذا تكون عنده مثلا عنده قطار ولا عنده 5 خدامة ولا كذا، اش غادي يدير ليه؟ راه كيمشي يقلب على راسو، يمشي يقلب جهه اخرى يخدم. كاين الناس اللي تيمشيو يقراو، نساء مشاو لجهه اخرى تزوجوا، رجال الى اخره. يعني هذا يعني هاد شرط الاقامه يعني ما الهدف ديالو يعني بين يعني اقصاء النساء السلاليات واقصاء الرجال وكل شيء. انا امراه سلاليه ناضلت هادي شي 10 سنين وانا كنناضل على الحق ديال الوالده ديالي، كانت تمات الوالده ديالها وخداو على حقها، ومشينا لمجلس الوصايه وكافحنا والحمد لله ربي عاوننا بعد الطلوع والهبوط ومع المساهمه والرعايه ديال الجمعيه الديمقراطيه نساء المغرب، عاونتنا واطرتنا في الحقيقه وراتنا كيفاش نطالبوا بحقنا. ومن بعد الحمد لله جاء القرار تاع مجلس الوصايه،
وجا في صالح ديالنا الحمد لله، عطى الوالده حقها وداز كل شيء على خير وبخير. ولكن تعذبنا في التنفيذ تعذبت فيه بزاف، شي عام وانا نطلع ونهبط والمشاكل وهادي والصداع، تنطلب من الاخوات السلاليات باش ما يعكزوش وما ويبقاو دائما يطالبوا بحقهم. وزاره الداخليه لم تنصف النساء السلاليات في منطقه العرجات لحد الان، فاذا به تعلقت اللوائح تنتفاجئ بان بند الاقامه طبق علي انا الاولى، ما معلقش الاسم ديالي في اللائحه لا انا ولا العائله ديالي، رغم ان منتميه للجهه هنا وبنت القبيله، لاني مزوجه راجل براني وعندي سكن ومستافده بالقسمه ديالي ومدخله المسائل ديالي وكنستغل وكنفلح الارض ديالي ومديره مشروع ديال التعاون ديال النحل، واللائحه ما تعلقتش فيها. هذا اقصاء وهذا تهميش للمراه السلاليه بيا بداو انا الاولى، انا اللي تنطلع ونهبط وانا اللي في الحركه المطلبيه سنين هذه بيا بداو قصاوني. اش غنقول للنساء الاخرين اللي ما عارفينش واللي انا هزه المشعل ديالهم وتناضل عليهم؟ اذا هذا راه تحايل على القانون، هذا راه مشاكل تنعينو تنشوفوها تما كاينه، ما كاينش اللي غادي يفرض السلطه ديالو على هذوك المسؤولين باش يطبقوا القوانين بحد.